مساء الخير عليكم مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، ومتابعين برنامج سؤال. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال. معادنا هو يوم الأربعاء الساعة 12:30، معايا شيماء محمود. بنسأل سؤال: في قطر الحياة اللي بيمشي بسرعة البرق، مليان تفاصيل كتيرة ومليان أسرار وأخبار، أسئلة كتيرة بتقابلنا في حياتنا بنلاقي لها إجابات، والمشكلة إن إحنا بنهتم أكتر باللي عنده إجابة، اللي عنده إجابة وعنده حل هو ده اللي بنركز معاه، لكن بننسى دايماً اللي عنده سؤال، ولو إن السؤال هو أهم بكتير جداً من الإجابة، ولولا السؤال ما كانش بقى فيه إجابة. حياتنا مليانة صراعات ومشاكل وصدمات، ناس بنقرب منها وناس بنبعد عنها، لكن لما نبعد عن الناس ممكن في لحظة من اللحظات نفوق. في اللي بيفوق ويلحق الموضوع ده ويعوض الوقت اللي عدى، وفي اللي لأ، في اللي بيبتدي يشوف ايه المشكلة. لكن الصعوبة الكبيرة هي ان كل واحد ضاع منه وقت، يدور الوقت ضاع منه ليه، ويجي يعوض الوقت ده. الوقت يعدي وما يقدرش، بيندم، وممكن كمان ما يلاقيش الناس اللي حواليه، ويقول ساعتها: اه يا سلام، سيبنا الوقت يعدي اوام. سؤالنا النهارده سؤال من كلمتين، سؤال بسيط جدا رغم بساطته، الا ان هو فيه تفاصيل كتيره. فاضي شويه؟ فاضي شويه؟ فاضيين شويه؟ هو ده سؤالنا النهارده، وهيتفرع من السؤال موضوعات كتيره جدا. ليه لازم نسال السؤال ده؟ وإيه هي أهمية السؤال ده؟ ولازم نسأله زي ما قلتلكوا ليه والمين وإمتى نسأله؟ كل ده هنعرفه النهاردة في سؤال، وهسيبكوا مع فاصل سريع، هنرجع بعدها نعرف كل الإجابات دي. فاضي شوية؟ هو ده سؤالنا، استنونا. حكايتنا مستخبية بس مكملين سؤالنا في برنامج سؤال. وسؤالنا كان قبل الفاصل هو فاضي شوية وحكاياته، الحكايات كتير جدا في فاضي شوية. في ناس بنقرب منها وناس بنبعد عنها، والسؤال هنا امتى كل واحد فينا يسأل نفسه هو فاضي شوية ولا لا. أنا فاضي شوية ولا لأ بسألها لما يحصل لي مشكلة، ألاقي في حاجة غريبة كده في حياتي وفي مشاكل كتير. نسأل بعض فاضي شوية. لما في علاقة بتنتهي وأنا مش عارف هي باظت ليه، لازم أسأل نفسي أنا فاضي شوية ولا لأ، أشوف إيه الموضوع. لما في ناس بتبقى زعلانة مني من غير سبب، بيحصل مشاكل كتيرة، لازم ساعتها نسأل نفسنا إحنا فاضيين شوية ولا لأ. الجملة الأشهر: الاهتمام ما بيطلبش، وإنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. ممكن إحنا نعرف لوحدنا المشكلة فين، إزاي الكلام ده؟ لو سألنا نفسنا فاضي شوية ولا لأ. فاضي شوية مع مين؟ أول حد لازم أبقى فاضي شوية معاه هو نفسي. لازم أقعد أتكلم مع نفسي وأشوف مشاكلها إيه. هيفادي مشاكل كتيرة بتحصل لي. ههتم بالناس اللي هم بيقولولي لو مهتم كنت عرفت لوحدك. بقعد لوحدي علشان خاطر أشوف المشكلة إيه، بيصادفني إيه، إيه اللي أنا وصلته في حياتي، وصلت لأهدافي ولا لأ. بقعد مع نفسي أرتب أولوياتي، ودي نقطة مهمة جدا في زحمة الحياة. لازم كل واحد فينا يعرف هو رايح فين وجاي منين، اللي هو بيمشي فيه ده حقيقي ولا لأ، ناجح ولا لأ، كسب ولا لأ. نقطة مهمة جدا، لازم يطور من نفسه ويعرف هو واقف لحد فين، طريقه ده صح ولا لأ، ولا لازم يشوف طريق تاني ويشتغل على نفسه أكتر. بيحدد أولوياته واهتماماته، بيشوف إيه هي رغباته، بيشوف علاقته مع الناس اللي حواليه، هل هي علاقة سوية ولا لأ، محتاج إن هو يقرب أكتر من ناس بعيدة عنهم ولا لأ. والنقطة دي هتخلينا نتكلم أكتر عن فاضي شوية نقعد مع أهلنا ولا لأ، فاضيين شوية نقعد مع أهالينا ولا لأ. الأهل والبعد عنهم مشكلة كبيرة جدا، وعند الأهل بقى هتكلم بتفاصيل كتيرة، لأن مش بس الأب والأم اللي محتاجين مننا رعاية واهتمام، لأ كمان الزوج والزوجة.
الزوج والزوجة في حياتهم الزوجية بيحصل لهم مشاكل كتيرة، وحلها الوحيد ممكن يبقى شوية وقت يتوفر. تخيلوا معايا كده، مثلا في زوجة بعت لزوجها رسالة وبتقول له انت فاضي شوية انا عايزة اتكلم معاك، يقول لها انا مشغول جدا انا مش فاضي، اكتبي لي اللي انت عايزاه في ورقة او اكتبي لي اللي انت عايزاه في مسج وانا هجيب لك طلباتك، هبعتها لك مع حد او هبقى اجيبها بالليل وانا جاي، مع ان هي ممكن تبقى محتاجة في حاجة ضروري جدا، ورده عليها في الوقت ده يعني هيفرق معاها كتير. انا مش بقول ان الناس تهمل اشغالها وان هي طول الوقت ترد على اهاليها وتودهم او تفضلهم وقت في وسط انشغالهم، لا انا مش بقول كده خالص، بس انا بقول ان احنا لازم نراعي شويه مشاعر الناس اللي حوالينا، لان في لحظه ممكن الموضوع يضيع او ممكن تحصل مشكله من لا مشكله اساسها ان انا معرفتش افضي ليهم شويه وقت. فاضيين شويه مع اهالينا، الأب والأم دول والإخوات كمان علاقة لازم أوفر ليها شوية وقت، والوقت اللي لما يضيع مع الناس دي مش دايما بنقدر نعوضه، وكتير مننا ندم إن ما استغلش وقت كان عايش فيه مع ناس بيحبوهم وللأسف ما لقاهمش في وقت من الأوقات، وندم على الوقت اللي ضاع من غير ما يقدر يفضي فيه نفسه شوية. لو هنتكلم عن علاقة الآباء بالأبناء، علاقة مهمة جدا، مش كل العلاقات ما بين الأب والأولاد هي الشغل والفلوس وان هو يصرف عليهم. في قصة وصلتني مؤخرا على قصة أب، الحقيقة هو كان مثال للأب قد ايه هو بيتعب في شغله وقد ايه بيشتغل وبيجيب فلوس وبيصرف على اولاده بجد، وشايف بيته وشايف مراته، كان بيساندها في مرضها وتعبها، كان حياته كلها ليهم، أثر مع أهله التانيين في سبيل إن هو يبني أسرته الصغيرة، وكان معتقد إن اهتمامه بشغله وفلوسه ومصاريف دي نقطة مهمة جدا. عدى الوقت وزي ما قلنا الزوج الصالح والزوجة الصالحة رزق، رزقه ما كانش في الزوجة الصالحة، كانت بعدت عنه بعد كل حاجة هو عملها علشانهم وقست أولاده عليه وفضلت إن هي تنفصل عنه. اللي محزنه واللي مأزمه إن أولاده في ما بينهم وما بينه جفاء، وساعتها بس حس بجملة عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية، كلمة بتوجع حقيقي ان هو كل اللي ضاع من عمره ده ضاع على الفاضي، والزرعة اللي هو المفروض يزرعها ويحصد نتيجة زرعه طول السنين دي ما لقاهاش، وكان ده سببه ان هو ما قدرش يفضي شوية وقت يهتم بيهم يحتويهم يعرف ايه مشاكلهم يحسسهم بالأبوة بجد يحسسهم بالحنان يسمعهم يتكلم معاهم. شوية الوقت اللي انت مش فاضي فيه ده ممكن لما انت تفضى ولادك هم يبقوا مش فاضيين، مش بس مش فاضيين في الوقت، لا يبقوا فاضيين من ناحيتك، ما عندهمش اي مشاعر ليك، علشان كده الوقت مهم جدا. كمان عندنا في العلاقه ما بين الاب والابناء، علاقه الابناء، الابن لازم يكون بار باهله بامه بابوه بالناس اللي حواليه، رساله تليفون رساله او اتصال مهم جدا لازم يكون موجود، حاجات بسيطه ممكن بتحصل لنا بس بتخلينا نتفادى حاجات كتيره قوي ومشاكل كتيره قوي، الوقت لو بيعدي بجد مش سهل ان هو يرجع. من ضمن العلاقات او زي ما قلت لكم احنا قلنا في برنامج سؤال هنشوف احنا المفروض لمين نفضي شويه وقت، زي ما فضينا الوقت لنفسنا ولاهلنا كمان لاصحابنا. الاصدقاء لازم نفضي لهم شويه وقت، لو حد احتاجك لازم يلاقيك. الصديق يعني نعمه كبيره جدا، ويمكن بيبقى سند وظهر بيساند الانسان جدا، يعني هو ممكن يبقى عوض كمان عن اهل، في اصدقاء بيبقوا عوض عن علاقات بنخسرها. طول الوقت لازم نبقى يعني عندنا المام بان احنا نفضي وقت للناس. الوقت نقطه مهمه جدا، والوقت لو ضاع بيخسرنا حاجات كتيرة، علشان كده لازم نستغل كل دقيقة، وده الحل اللي احنا نشوفه. الوقت لازم كل واحد يقضي وقت مع نفسه ويشوف
حساباته أولوياته وترتيباته علشان يقدر يعدي من زحمة الحياة والكلام الفاضي اللي حواليه، يتنازل عن الحاجات اللي ملهاش لازمة ويقرب من الناس. لازم نكون بشر، ربنا خلقنا يعني بني أدمين، كل واحد فينا صفته إنسان، والإنسان بيحب وبيقرب من اللي بيحبهم، بيراعي مشاعر اللي حواليه، بيتعامل بود ومحبة. علشان كده احنا سألنا فاضي شوية ولا لا، واتمنى بعد الحلقة النهاردة نكون فضينا شوية وقت علشان نحقق رسالة ربنا في الكون، ان احنا نبقى بني أدمين بجد وبنقرب من بعض وبنراعي بعض علشان حياتنا حتى الصحية والنفسية تكون أحسن. استنونا في سؤال جديد، وكالعادة خلصت أسئلتنا، وكالعادة كمان سؤالنا بيجيب سؤال. استنونا في سؤال في الأسبوع الجاي قبل نص ساعة من دلوقتي. أشوفكم على خير.